الشيء اللي بدونها. محمود العيد الرئيس المشترك لمجلس عوراء الشهداء في مدينة إمام بجوري، عم نجهز لدورة جديدة فكون العدد أكثر، ما يقارب 150-200 طالب، فمن المدينة ومن الريف بدنا نخصص السيارات مشان الدورات هاي للعطلة الصيفية كاملة إن شاء الله. الدورة هاي بمزار الشهداء راح تكون العشر أيام هاي اللي عملناها الدورة كتجربة ونجحت معانا، فراح نزيد العدد وندخل مواد ثانية.